بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات الطبية وخدمة المجتمع. دي محاضرتنا السادسة، إن شاء الله نكمل اللي بدأناه في المحاضرتين اللي فاتوا، وهو الموضوع التاني. الموضوع التاني اتكلمنا فيه عن قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. نفتكر مع بعض، إحنا قلنا فيه 4 نقط. أول نقطة كانت مفهوم القرارات، قلنا يعني إيه قرار. بعد كده اتكلمنا عن اتخاذ القرارات، قلنا إن أنا عندي 5 خطوات بيتم من خلالها اتخاذ القرار. ده كان الموضوع الأول. الموضوع الثاني اتكلمنا فيه عن البيانات والمعلومات. قلنا يعني ايه بيانات، يعني ايه معلومات. قلنا ان متخذ القرار ومنهم مدير الانتاج والعمليات، المعلومات هي اللي بتساعده على اتخاذ القرارات وليست البيانات، لو حضراتكم فاكرين. الحاجة الثالثة اتكلمنا فيها عن مناخ اتخاذ القرارات. قلنا ان متخذ القرار بياخد القرارات او بياخد القرار في حالة من 3 حالات. الحالة الاولى هي حالة التأكد التام، الحالة الثانية هي حالة المخاطرة، الحالة الثالثة هي حالة عدم التأكد. عندنا 3 حالات بيتم اتخاذ القرار فيهم، هي التأكد التام، المخاطرة، عدم التأكد، وده المناخ اللي بيتم اتخاذ القرارات خلاله. يبقى خدنا 3 نقط. النقطة الأولى هي مفهوم القرارات واتخاذ القرارات، النقطة الثانية هي البيانات والمعلومات، النقطة الثالثة هي مناخ اتخاذ القرارات. النقطة الرابعة اللي قلناها المرة اللي فاتت كانت الأخطاء الشائعة عند اتخاذ القرارات. ده الكلام اللي قلناه خلال المحاضرتين اللي فاتوا. وقفنا عند الأخطاء الشائعة عند اتخاذ القرارات، والمرة دي إن شاء الله نكمل اللي بدأناه، والنقطة الخامسة. النقطة الخامسة هي الخصائص الشخصية لمتخذ القرار. الحقيقة الخصائص الشخصية لمتخذ القرار تؤثر على جودة اتخاذ القرار. يبقى الخصائص الشخصية دي بتؤثر على جودة القرار. ده مش بس كده، ده هي بتأثر على القرار نفسه. لو عندنا 3 أشخاص، الشخص ألف والشخص ب والشخص ج، وأمامهم قرار معين مع توافر نفس الحالة والمعلومات، ممكن ألف ياخد قرار، ممكن ب ياخد قرار تاني، ممكن ج ياخد قرار تالت، زي ما هنشوف بعد شوية واحنا بنقول الأمثلة. اختلاف القرار من ألف إلى ب إلى ج، أو من الشخص ألف إلى الشخص ب إلى الشخص ج، ناتج عن اختلاف الخصائص الشخصية لكل منهم. علشان كده بندرس الخصائص الشخصية لمتخذ القرار، لأنها بتأثر على القرارات اللي بياخدها صاحب القرار أو متخذ القرار. أو زي ما قلنا، في الموقف الواحد وفي ظل توافر نفس المعلومات قد يختلف القرار من شخص لآخر وفقا للخصائص التي يتميز بها كل شخص. إن أهم الخصائص الشخصية اللي بتأثر على متخذ القرار عند اتخاذ القرار، أو اللي بتأثر في القرار نفسه، هي درجة المخاطرة. درجة المخاطرة يعني، المقصود بدرجة المخاطرة هنا هي الرغبة في تحمل المخاطرة. أنا بقبل أتحمل مخاطر ولا لأ؟ وغيري بيقبل يتحمل مخاطر ولا لأ؟ طبعا احنا لو جينا نقسم الناس هنلاقي في ناس بتقدر تتحمل مخاطر، في ناس ما بتقدرش تتحمل مخاطر، في ناس تبعد عن المخاطر، في ناس متوازنة. وده اللي احنا هنقوله دلوقتي، ان احنا لو جينا نقسم متخذ القرار او الافراد من حيث قبولهم للمخاطرة، هنقسمهم لـ3 فئات. أول فئة
فيها الشخص أو الفرد المهامر من اسمه كده. أيوة سامع حضرتك، بتقول من اسمه ده شخص بيرغب في تحمل المخاطر أو يرغب في المخاطرة وبيتحملها. جميل، بيميل إلى اتخاذ قرارات جريئة. طالما هو راجل بيرغب في تحمل المخاطرة بياخد قرار جريء، بس دايما القرار الجريء بيبقى فيه جانب مبهم فيه، أنا مش قادر أعرف إيه اللي هيترتب على اتخاذ القرار ده، أو في نتائج غير محسوبة. يبقى الشخص المغامر بيرغب في المخاطرة بيتحملها، بيميل إلى اتخاذ قرارات جريئة حتى لو ترتب على بعض القرارات اللي بياخدها نتائج غير محسوبة. طب هو بيعمل كده ليه؟ دايما الشخص الجريء أو المغامر أو متخذ القرار ده بيعمل الكلام ده أو بيتحمل قدر عالي من المخاطر عشان يستفيد من الفرص المتاحة أقصى استفادة ممكنة. يبقى هو بيرغب في التجربة والتعلم أو استغلال الفرص المتاحة أقصى إيه؟ أقصى استغلال ممكن. يبقى ده بالنسبة للشخص المغامر. الشخص المغامر على النقيض ليه تماما في الشخص المتحفظ، من اسمه واضح إنه يرغب في تحمل المخاطر ولا لا يرغب؟ أيوه لا يرغب في تحمل المخاطر، يبقى بيتصف بالحذر وعدم الرغبة في المخاطر، الراجل ده مش عايز يتحمل المخاطر. بيميل إلى اتخاذ قرارات أكثر ضمانا وأمنا، ياخد قرار آمن حتى لو القرار ده ضيع فرص منه. يبقى المغامر بياخد قرار خطر عشان يستفيد بالفرص المتاحة أقصى استغلال ممكن؟ لا، المتحفظ نلاقيه العكس، ده بياخد قرار آمن، بيبعد تماما عن المخاطر أو بيتحمل مستوى منخفض جدا من المخاطر، بس ده بيؤدي إلى ضياع بعض الفرص على المنظمة أو ضياع بعض الفرص عليه. ما بين الشخص أو الفرد المغامر والشخص أو الفرد المتحفظ هناك المعتدل، من اسمه يبقى هو بين المغامر وبين المتحفظ، ده معتدل في تحمل المخاطر، لا بيتحمل مخاطر عالية ولا بيبعد عن تحمل المخاطر، بيتخذ قرارات بتحمل بعض المخاطر بس في نفس الوقت بتضمن قدر معقول من فرص النجاح. وعشان نفهم الكلام ده كويس ناخد مثال. نفترض ان احنا بصدد اتخاذ قرار في ادارة الانتاج والعمليات، عايزين ناخد قرار معين، وهنفترض ان احنا عندنا 3 مديرين، مدير اسمه محمد ومدير اسمه علي ومدير اسمه حسين. المدير محمد ده راجل مغامر، طب وعلي؟ علي متحفظ. طب حسين؟ حسين ده راجل معتدل. هنفترض مرة ان ادارة الانتاج والعمليات مديرها محمد، مرة تانية ان مديرها علي، مرة تالتة ان مديرها حسين. طب ايه هو القرار بقى؟ القرار هو الاختيار ما بين 3 بدائل، لان احنا عارفين قرار يعني اختيار. البديل الاول هو ألف، البديل الثاني هو ب، البديل الثالث هو ج. طب ايه البديل الألف وب وج دي؟ ما هو القرار خاص بشراء آلات جديدة. يبقى انا عندي البديل ألف، البديل ب، البديل ج. طب ايه المعلومات اللي توفرت امام محمد او علي او حسين؟ لان اللي هياخد القرار اما محمد او علي او حسين. البيانات والمعلومات اللي توفرت أول حاجة هي سعر الشراء. نلاقي إن البديل ألف ده الآلات ممكن أشتريها 600,000 ريال. طب البديل ب، هشتري آلات ب300,000. طب هي نفس عدد الآلات، نفس عدد الآلات ونفس كمية الإنتاج. طب البديل ج، لا أنت هتشتري بس ب150,000. يبقى سعر الشراء في البديل ألف 600,000، بديل ب 300,000، البديل ج 150,000. طب ايه المعلومة التانية؟ المعلومة التانية هي تخفيض تكاليف الإنتاج. يعني ايه بقى تخفيض تكاليف الإنتاج دي؟
يعني أنا لو اشتريت الآلات وفقا للبديل ألف ده هيخفض لي تكلفة الإنتاج 7%. يعني إيه؟ يعني لو تكلفة إنتاج الوحدة 100 ريال، التكلفة هتقل ب7%، تبقى 93 ريال بس. طب ما دي حاجة جميلة، لأنه ده هيؤدي إلى قوة مركزي التنافسي، ممكن أقلل سعري. ده الفرق ما بينهم اللي هو 7 ريال، ده ممكن يضاف للربح. يبقى اللي عايز أعرفه من حضرتك إن كل ما تكاليف الإنتاج اتخفضت كل ما كان أفضل، صح؟ مظبوط. يبقى كل ما نسبة التخفيض في تكاليف الإنتاج زادت كل ما كانت الآلات أفضل. طب به هتقلل تكاليف الإنتاج ب15%، هتقول الله ده سعرها أقل ورغم كده بتحقق ميزة أعلى. هو ده البديل اللي موجود ودي المعلومات المتاحة. طيب البديل جيم، البديل جيم بيخفض التكاليف بنسبة 50%. يبقى ده بالنسبة للبديل جيم يخفض التكاليف بنسبة 50%. طب وده 15%. طيب تعالوا نشوف النوع الثالث من المعلومات بعد سعر الشراء وتخفيض تكاليف الإنتاج. البديل الثالث هو الوقت اللازم للإصلاح. لا قدر الله لو حصل عطل، ده يعني احتماله بيكون بسيط لأنه الشركات دايما بتعمل صيانة وقائية لآلاتها. البديل ألف اللي ب600 ألف ده الأعطال تتصلح خلال 3 أيام، 3 أيام بالظبط تلاقي الأعطال اتصلحت. طب البديل ب؟ لا، البديل ب ده بيحتاج 20 يوم. هتقول لي أيوة علشان كده سعر الآلات كان أقل، عشان كده سعر الآلات كان أقل. طيب البديل ب اللي بيحتاج 20 يوم، البديل ج هنلاقيه بيحتاج 3 شهور. تقول لي عشان كده سعر الآلات 150 بس، ورغم إن هي بتخفض التكاليف ب50% إلا إن سعرها 150 علشان هي العطل بيحتاج 3 شهور. يبقى في البديل أ لو حصل عطل هعطل 3 أيام بس. طب في البديل ب لو حصل عطل هعطل 20 يوم. طب في البديل ج ده أنا هعطل 3 شهور، ودي مخاطر كبيرة جدا. طيب هسأل حضراتكم سؤال دلوقتي. محمد، المدير المغامر، يبقى محمد ده المدير المغامر، هيختار أي قرار فيهم؟ هتقولي طالما هو مغامر هيبقى عاوز يستغل الفرص المتاحة، السعر المنخفض اللي هو 100 ألف بس، 150 ألف بس، ونخفض التكاليف بنسبة 50%، ويربح فلوس أكتر وموقفه التنافسي يبقى أعلى، يبقى دي فرص متاحة. بس في نفس الوقت هيتحمل نتائج غير محسوبة. أنا معرفش أصلا الآلات هتعطل ولا لأ، وهتاخد 3 شهور ولا أكتر علشان الوكيل بتاعها مش موجود في المملكة، ده موجود برا واسمه لسه مش موثوق فيه إلى آخره. بس هو هيختار البديل جي. يبقى محمد لأنه مغامر اختار البديل ج. طيب نيجي بقى على علي المتحفظ. أيوه سامعك، بتقول علي المتحفظ ده مش عايز يتحمل أي مخاطر. فلو جينا نشوف أقل مخاطر هنا هتلاقي إن العطل هيقعد 3 أيام بس، يبقى عشان كده هيختار البديل ألف مع إنه هيكلفه فلوس أكتر وهيضيع فرصة إنه كان ممكن يقلل التكاليف بتاعته ب50%. هو ضيع الفرصة دي علشان يختار فرصة أقل وهي 7%، يبقى كده ضيع فرصة للمنظمة. يبقى كأنه اتحمل مخاطر أقل، وعشان يتحمل مخاطر أقل ضيع فرص، يبقى المتحفظ علي هيختار البديل ألف. طب نيجي على المعتدل. المعتدل سامع حضراتكم كلكم تقريبا بتقولوا إن هو يختار البديل ب. يبقى زي ما شفنا مع بعض إنه القرار واحد، شراء آلات جديدة، والمعلومات واحدة، التلات بدائل موجودين والمعلومات واحدة، بس قرار محمد كان غير قرار علي، كان غير قرار حسين، وده نتيجة اختلاف الخصائص الشخصية فيهم في حاجة واحدة بس، وهي تحمل المخاطر. أما لو خصائص شخصية تانية أخرى غير تحمل المخاطر مختلفة، أكيد القرار كان هيختلف بشكل أوسع أو بشكل أكبر. طيب يبقى اتكلمنا عن الخصائص الشخصية، قلنا إن هي بتأثر على طبيعة القرار أو جودة القرار. اتكلمنا عن درجة المخاطر، قلنا إن الأفراد ممكن أقسمهم إلى مغامر، المغامر ده بيرغب في المخاطر، بياخد قرارات ممكن يحصل عنها نتائج غير محسوبة عشان يستفيد من الفرص المتاحة، المتحفظ عكسه تماما، آخر حد كان المعتدل هو ما بين المغامر والمتحفظ، وأخدنا مثال على الكلام ده.
وإن شاء الله نكون فهمناها. الخاصية الثانية هي الرغبة في تحمل المسؤولية. أيوة، سامح حد منكم بيقول فعلا في ناس بيكون عندها ميل أو رغبة في تحمل المسؤولية، يبقى احنا ممكن نلاقي ناس عندها رغبة في تحمل المسؤولية. طب وفي الناحية التانية، في ناس ليس لديها رغبة في تحمل المسؤولية. الحقيقة النوع ده من الناس ما بيبقاش عاوز يتحمل المسؤولية لسببين. السبب الأول هو التهرب وعايز يهرب من المسؤولية وبس. السبب الثاني هو الخوف من النتائج، مش واثق في قراراته، مش واثق في نفسه، بيكون خايف من النتائج. يبقى عندنا نوعين من الناس، ناس عندها رغبة في تحمل المسؤولية، النوع الثاني ما عندوش رغبة في تحمل المسؤولية. طب تعالوا نشوف مشكلة حصلت في مصنع. في مصنع عنده آلة ألف، عنده آلة ب، عنده آلة جيم، عنده 3 آلات بس عشان ينتج منتج معين. آلة ألف، آلة ب، آلة جيم. حصل عطل في الآلة ألف. الراجل اللي عنده رغبة في تحمل المسؤولية سيتخذ قرار مباشرة، يقول له قدامك بديلين، إما شراء آلة جديدة أو إصلاح، يقول له نتوكل على الله ونشتري. خد قرار بالشراء، يبقى هيقوم بالشراء، ستحل المشكلة. طيب نيجي بقى على الشخص التاني ده اللي ما عندوش رغبة في تحمل المسؤولية، قال له لو سمحت احنا عايزين ناخد قرار، ده مدير الإنتاج والعمليات اهو، إما بشراء أو إصلاح. يقول لهم طب بس سيبوني كده أسبوع أخد قرار. بعد ما الأسبوع يعدي هو بيهرب، مش حاسم، بيأجل اتخاذ القرار. بعد أسبوع تاني، خلال الأسابيع اللي بتعدي ده، الضغط على الآلة ب وعلى الآلة جيم كبير، لأنه آلة ألف عطلانة. ده هيؤدي إلى إنه ممكن الآلة ب يحصل فيها عطل كمان. تفاقمت المشكلة، زادت المشكلة، بدل ما كان عنده آلة واحدة عطلانة، تبقى آلة واحدة، الآلة الأولى والآلة التانية كمان. مش هياخد قرار برضه، وهيأجل لحد ما الآلة التالتة تعطل وال3 آلات يعطلوا ويحصل عطل للمصنع بالكامل. يبقى ممكن الرغبة في تحمل المسؤولية تأثر على جودة اتخاذ القرار. ممكن الناس اللي لا ترغب في تحمل المسؤولية تاخد قرار بعد فوات الأوان أو بعد الوقت المناسب، زي ما أخذنا في الأخطاء الشائعة. ده يؤدي إلى تفاقم المشكلة، إن المشكلة تكبر وتحصل مشاكل أكتر. ودي كانت الخاصية التانية، وهي الرغبة في تحمل المسؤولية. يبقى إذا لم يكن الفرد راغب أو مستعد لتحمل ما يصدره من قرارات، ده هيؤدي إلى إنه هيتصف بالتردد، إما إلى إنه خايف من الفشل أو تهرب من المسؤولية زي ما قلنا من شوية. عدم الحسم في اتخاذ القرار والناتج عن خوف من الفشل أو التهرب بيؤدي إلى ترك الأمور معلقة، ده بيؤدي إلى تفاقمها. نروح للخاصية الثالثة وهي التحيز. التحيز يعني، ناخد مثال بسيط عشان نعرف معنى كلمة تحيز، وبعد كده نقول التحيز إزاي ممكن يأثر في إدارة الإنتاج والعمليات. نفترض إن أنا عندي بديلين. البديل الأول هو شراء آلات من الخارج، والبديل الثاني هو شراء آلات محلية، مصنوعة محليا. إن أنا أتحيز ناحية أو أميل ناحية اختيار بديل وترك البديل الآخر، مجرد الميل ده بسميه تحيز. لو قاضي وقدامه شخصين، شخص ألف وشخص ب، نتيجة وجود علاقة قرابة مثلا بألف، يبقى بيميل ناحية إن هو يحكم له أو إن هو يبعده عن الخطأ، يبقى الغلطان به مش ألف. نتيجة إنه مال إلى شخص بعيدا عن الشخص الآخر، ده بسميه تحيز. التحيز عكس الموضوعية أو عكس الحياد، ده المقصود بالتحيز. يبقى التحيز عايزين نقول إن رغم تقدم الأساليب العلمية في مجال اتخاذ القرارات، لأنه ممكن يكون الكمبيوتر بيمدني بمعلومات معينة
أو بيدفعني إلى اتخاذ قرار معين زي في البنوك أو في المصانع إلى آخره، لكن ده لا يغني على إنه في تحيز هيأثر في اتخاذ القرار زي ما شفنا، هيخليني أميل ناحية بديل وأبعد عن بديل آخر. متخذ القرار دايما زي ما احنا عارفين هو اللي بيقوم بخطوات اتخاذ القرار، بداية من يبقى متخذ القرار هو اللي بيقوم بخطوات اتخاذ القرار بداية من تحديد المشكلة، تحديد البدائل، تقييم البدائل، اختيار البديل الأنسب، وبعد كده التنفيذ والمراجعة زي ما درسنا. الحقيقة ممكن يحصل تحيز يؤدي إلى الميل إلى تحديد مشكلة غلط، يؤدي إلى اختيار بديل غلط. وتعالوا ناخد مثال، نفترض إن إحنا عندنا مدير إنتاج وعمليات. المدير ده أو أي شخص بيبقى عنده عادات، بيبقى عنده قيم، بيبقى عنده معتقدات، عنده اتجاهات، أي شخص فينا كده. الحقيقة التحيز أو الميل ناحية شيء معين والبعد عن شيء آخر ده بيكون ناتج عن وجود العادات والقيم والمعتقدات والاتجاهات. طب لو مدير الإنتاج ده مدير إنتاج في مصنع معين بيعمل ورديتين، وردية صباحية وردية أخرى مسائية. الصباحية بيعمل فيها سيدات، مسائية بيعمل فيها رجال. لو مدير الإنتاج ده أدت عاداته وتقاليده ومعتقداته إلى آخره أنه لا يؤيد عمل السيدات، هنلاقيه هو بيقوم بتحديد المشكلة، يقول إن المشكلة ناتجة، لو المشكلة ناتجة عن سوء استخدام، يقول أكيد إن سوء الاستخدام ده جاي من السيدات مش جاي من الرجال، يبقى المشكلة في استخدام السيدات في الوردية الصباحية للآلات. يبقى عنده مشكلة إن الآلات فيها عطل، العطل ده ناتج عن سوء استخدام، هيقول إن السيدات هي السبب لأن هي اللي بتقوم بسوء استخدام. يبقى كده ده تحيز، تحيز في تحديد المشكلة، ده هيؤدي طبعا إلى فشل زي ما قلنا قبل كده كل المراحل اللي بعدها. طب تعالوا نشوف ممكن إزاي التحيز يؤدي إلى اختيار بديل خطأ أو يؤدي إلى تخفيض جودة اتخاذ القرار. نفترض إن مدير الإنتاج والعمليات في مصنع زي ما اتفقنا من شوية، وبعدين المصنع ده محتاج إنه يشتري آلات جديدة. الآلات الجديدة دي في بديلين، الشراء من الخارج، اشتري بره من بره المملكة، الشراء لآلات محلية. مدير الإنتاج والعمليات ممكن يكون عنده اتجاه من اتنين. الاتجاه الأول إن هو قبل كده اشترى منتج محلي وطلع منتج رديء، يبقى عنده اتجاه سلبي تجاه الصناعة المحلية. أيوه سمعت، بتقول لو عنده اتجاه سلبي تجاه الصناعة المحلية أكيد هيشتري من الخارج أو هيكون ميال ناحية البديل ده. طب لو عنده اتجاه إيجابي ناحية الصناعة المحلية، أيوة سامعك، قلت أكيد هيبقى ميال ناحية شراء آلات محلية. يبقى شفنا إنه الاتجاهات
والعادات والتقاليد والمعتقدات إلى آخره قد تؤثر على متخذ القرار، وده بيؤدي إلى تحيزه ناحية إحدى البدائل أو تحيزه أثناء تحديد المشكلة إلى آخره من التحيز أثناء اتخاذ القرار في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار. يبقى بنقول هنا إن متخذ القرار هو اللي بيحدد المشكلة، هو اللي بيحدد طرق الحل البديلة، هو اللي بيحدد المعلومات. شخصية متخذ القرار بتظهر في كل المراحل دي. الحقيقة الخاصية الرابعة من الخصائص الشخصية لمتخذ القرار هي الخبرة. لو قلت لحضراتكم خبرة يعني ايه؟ الحقيقة الخبرة بتكون ناتجة عن الممارسة. يبقى متخذ القرار نتيجة ممارسته للعمل الإداري خلال فترة طويلة بيتعرض لمواقف معينة، بعد فترة بيقدر يسترجع هذه الأحداث والمواقف ويستفيد منها في الموقف الحالي. يعني حضرتك ممكن تكون رايح لدكتور طبيب، وعندنا طبيبين، الطبيب الأول طبيب حديث والطبيب الثاني طبيب لديه خبرة 20 عام. أيوة هتقولي طبعا اللي لديه خبرة 20 عام أفضل. ليه بقى؟ مجرد إن حضرتك داخل من الباب هو هيشوف لون وشك، هيشوف العلامات الحيوية، بعد كده درجة الحرارة، ضغط الدم، مش عارف ايه إلى آخره، هيقدر يعمل تشخيص بشكل سريع جدا، لأنه حالة حضرتك أو حالة شخص معين مرت عليه بدل المرة 200 مرة أو 300 مرة أو 400 مرة، يبقى اتكررت، يبقى هو استدعى حاجة حصلت في الماضي دلوقتي، ويبقى حالة حضرتك شبيهة بحالة أو حالات كتير هو عالجها قبل كده. طب الطبيب الحديث ما عندوش الخبرة دي، ما عندوش أحداث أو مواقف يسترجعها عشان يستفيد منها. ده المقصود بالخبرة. يبقى المقصود بالخبرة هو إن متخذ القرار بيمارس العمل الإداري خلال فترة طويلة، ده بيمكنه من استرجاع الأحداث والمواقف والاستفادة منها في المواقف الحالية. الحقيقة الخبرة الشخصية لمتخذ القرار لا غنى عنها رغم التقدم الهائل في الحاسبات الآلية. احنا ان شاء الله في نهاية الموضوع التاني هندرس حاجة اسمها مصفوفة القرار. مصفوفة القرار بيتم من خلالها اتخاذ القرار بشكل كمي، اتخاذ افضل قرار من خلال اسلوب رياضي معين اسمه مصفوفة القرار. عايز اقول لحضراتكم ان الخبرة الشخصية ضرورية جدا بجانب الاساليب الكمية او وجود الكمبيوتر عند اتخاذ القرارات. المفروض انه ما بالغش في الاعتماد على الخبرة وحدها كأساس لاتخاذ القرار، لأن ظروف العمل بتتغير من وقت إلى آخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو عندي خبرة معينة يبقى أنا لو عندي خبرة معينة الحقيقة الخبرة دي المفروض أعمل لها تحديث، أضيف خبرات جديدة، أو المفروض أكتسب مهارات جديدة. يبقى أنا المفروض ما بلغش في الاعتماد على خبرتي، لأ المفروض إن أنا أعملها تحديث لأنه الظروف تتغير بمرور الزمن. حضر حضراتكم مثال بسيط. لو عندنا شخص ألف وشخص ب ورايحين يشتروا موبايل، شخص ألف ده من 5 سنين اتعزل تماما عن البيئة منذ 5 سنوات، وبعدين راح يشتري موبايل دلوقتي هتلاقيه راح يشتري موبايل نوكيا. ليه؟ لأنه من 5 سنين أفضل موبايلات كانت نوكيا وكانت أنواع كتير إلى آخره. طب الشخص ب، الحقيقة الشخص ب متابع، بيقوم بعملية تحديث. لما يروح يشتري موبايل أكيد هيشتري ماركة تانية غير النوكيا، ماركة منافسة سعرها أفضل، إمكانيات أفضل إلى آخره، لأنه متابع.
يبقى ده عنده خبرة بس ما قامش بتحديثها، إنما ده عنده خبرة، شخص متابع، شخص حدثها، فياخد قرار بشكل أفضل. يبقى ده المقصود بالخبرة. المفروض إن أنا ما بلغش في استخدام الخبرة، المفروض أو أقول أنا عندي خبرة فمش محتاج أعرف، مش محتاج أدرس، لأ أنا محتاج أحدث الخبرة دي، محتاج أكتسب مهارات بشكل أو بآخر مع مرور الزمن. الخاصية الخامسة هي المشاورة. مشاورة يعني طبعا حضراتكم عند اتخاذ قرارات ممكن تقوموا بعملية تشاور مع أشخاص آخرين. ليه؟ دايما الفرد استحالة يكون ملم بالمشكلة من جميع جوانبها. يعني ايه؟ يعني انا لو رايح اخد قرار بخصوص منزل، شراء منزل، انا ممكن اكون شايف فيه حاجات معينة، شخص تاني شايف فيه حاجات تانية، شخص تالت شايف حاجات تالتة، شخص رابع شايف حاجات رابعة. انا لما اشاور الاربع اشخاص يبقى كده انا استفدت من خبراتهم ومن المعلومات اللي عندهم الى اخره. ده المقصود بالتشاور. طيب يعني ايه التشاور خاصية من الخصائص الشخصية؟ نقصد بالتشاور كخاصية من خصائص الشخصية لمتخذ القرار هو مدى قبوله أو استعداده للتشاور مع الآخرين. في ناس ما عندهاش قبول أو استعداد لأن هي تشاور الناس وتاخد رأيها. طبيعي إن شخص عنده استعداد وقبول للتشاور هيكون قرار أفضل عن شخص ليس لديه استعداد للتشاور. يبقى المقصود هنا إنه لو شخص بيشاور هياخد قرار بشكل معين، لو شخص مش بيشاور لأنه ما عندوش استعداد وما عندوش رغبة ما عندوش قبول لعملية التشاور، الحقيقة هياخد قرار بشكل آخر. يبقى ده المقصود بالتشاور أو المشاور. الحقيقة التشاور ليه فايدة تانية غير إن جودة القرار بتتحسن، إنه بيساهم في إشباع بعض الحاجات النفسية لمنفذي القرار. حضرتك لو هتشاور الناس اللي هتنفذ القرار وهتاخد برأيهم، ده هيؤدي إلى إن هم هيحاولوا ينفذوا القرار بشكل صحيح لأنهم ساهموا في اتخاذ هذا القرار، والكلام ده أكيد درستوه في مواد أخرى. يبقى كده احنا انتهينا من النقطة الخامسة. النقطة الخامسة كانت خاصة بالخصائص الشخصية لمتخذ القرار. نروح للنقطة السادسة، هي قرارات إدارة الإنتاج والعملية. طب إيه القرارات بقى اللي بتتاخد في قسم أو في إدارة الإنتاج والعمليات؟ الحقيقة القرارات التي يتم اتخاذها، دي النقطة السادسة، قرارات إدارة الإنتاج والعمليات أو القرارات التي يتم اتخاذها في إدارة الإنتاج والعمليات. هذه القرارات بتختلف حسب نوع المنظمة. ما هي ممكن تكون منظمة صناعية تشتري مواد خام بلاستيك باودر عشان تصنع بيه أكواب بلاستيك مثلا، تصنع سيارات، تصنع أجهزة كمبيوتر إلى آخره. ده ممكن تكون منظمة تجارية زي هايبر باندا، زي كارفور، بيشتري حاجة معينة بسعر معين يشتريها بثلاثة مثلا ويروح يبيعها بخمسة ويحقق ربح مقداره اتنين. يبقى إدارة الإنتاج والعمليات في منظمة صناعية أكيد قراراتها تختلف عن منظمة تجارية، هتختلف عن منظمة خدمية بتقدم خدمة معينة، شركة زي شركة اس تي سي بتقدم خدمة اتصالات، أو مستشفى زي مستشفى الخبر الجامعي، مستشفى الخبر الجامعي بتقدم خدمات علاجية. أكيد قرارات إدارة الإنتاج والعمليات في منظمة صناعية
غير تجارية، غير المستشفى أو غير منظمة خدمية، سواء كانت مستشفى، كانت بنك، شركة اتصالات إلى آخره. يبقى قرارات إدارة الإنتاج والعمليات بتختلف حسب نوع المنظمة، طب بتختلف حسب الهيكل التنظيمي. وأكيد حضراتكم درستم أو بتدرسم الفرق ما بين المركزية واللا مركزية. ممكن في شركة هيكلها التنظيمي بيتم من خلاله اتباع جانب كبير من المركزية، يبقى قرارات إدارة الإنتاج والعمل، قرارات إدارة الإنتاج والعمليات بتكون محدودة. طب لا مركزية، يبقى بيتم تفويض قدر كبير من القرارات لإدارة الإنتاج والعمليات، بتكون قرارات متعددة بحسب نوع المنظمة، حسب كمان شكل المنظمة. هل هي منظمة أو شركة مساهمة ولا منشأة فردية إلى آخره. يبقى كل اللي عايزين نعرفه إن قرارات إدارة الإنتاج والعمليات هتختلف حسب نوع المنظمة، حسب الهيكل التنظيمي، ممكن تختلف حسب شكل المنظمة من منظمة إلى أخرى. إحنا لما بنيجي نتكلم هنا عن القرارات الخاصة بإدارة الإنتاج والعمليات، إحنا نقصد القرارات في مجملها أو في الغالب ما يتم اتخاذه في إدارة الإنتاج والعمليات في جميع المنظمات بجميع أشكالها بجميع أحجامها بجميع هياكلها التنظيمية إلى آخره. هنشوف هنا مجال القرارات، إيه هو القرار، إيه هي البدائل المتاحة. أول مجالات بيتم اتخاذ قرارات بشأنها أو بخصوصها هي المصنع والتجهيزات. المصنع بتاعنا أو التجهيزات الخاصة بيا أنا كشركة بقدم خدمة أو كمنظمة تجارية. أول قرار بيكون نطاق العمليات، بفاضل من خلاله ما بين حاجتين، ما بين الشراء أو الصنع. تعالوا أقول لكم أمثلة كتير. لو رحنا منظمة تجارية، ممكن حضرتك تدخل هايبر باندا تلاقي منتجات كتير جدا مكتوب عليها باندا، ممكن تلاقي منتجات كتير مش باندا اللي بتنتجها. يبقى كان قدام باندا بديلين، إن هي تشتري أو إن هي تصنع، فهي اختارت ان هي تشتري تصنع جزء، ان هي تصنع او ان هي تشتري، ان هي تصنع جزء، تصنع مناديل مثلا وتشتري مناديل اخرى وتعيد بيعها. كنتاكي مثلا ده مطعم بيقدم خدمة وسلعة في نفس الوقت. طبعا كلكم تسمعوا عن الخلطة السرية لكنتاكي، كان قدامها بديلين برضو، ان هي تقوم بعملية شراء الخلطة السرية او تصنيع، وهي طبعا اختارت بديل التصنيع، أو إدارة الإنتاج والعمليات اختارت بديل التصنيع عشان محدش يعرف سر الخلطة بتاعتها. يبقى دايما إدارة الإنتاج والعمليات في بخصوص المصنع والتجهيزات نطاق العمليات بتفاضل ما بين الشراء أو الصنع. ونقول لحضراتكم مثال تاني، شركة أبل وشركة سامسونج. الحقيقة شركة أبل الآيفون اللي حضرتك بتشتريه ده، مجرد ما تشيل الغطاء بتلاقي مكونات كتير جدا جاية من العدو اللدود لشركة أبل وهي شركة سامسونج. ممكن تكون الشاشة مصنعة هناك، معظم الأشباه الموصلات أو الأجزاء اللي موجودة تحت الموبايل جاية من شركة سامسونج. حاجة حضرتك ممكن تستغرب لها أكتر، طبعا كلكم عارفين إن شركة أبل بتستخدم OS X على أجهزتها مش نظام التشغيل ويندوز. طيب ما هي عندها نظام تشغيل اهو، هل هي بتقوم بالعمل من خلال نظام تشغيلها ولا بتشتري نظام تشغيل اخر؟ ده ممكن تسيب او اس اكس وتشتري نظام تشغيل اخر اثناء العمليات التصنيعية بتاعتها. الكلام ده الحقيقة واضح قدامكم في صورة. الراجل ده واضح قدامكم في صورة، الراجل اللي قدامكم ده هو تيم كوك، ده رئيس مجلس إدارة شركة أبل أو رئيس التنفيذي لأبل. لو حضرتك ركزت في الجهاز ده، مع إن دي شركة أبل وعندها أجهزتها وعندها نظام التشغيل الخاص بيها، هتلاقي النظام المتبع هنا هو نظام ويندوز. يبقى شركة أبل في المصنع ده أحد مصانعها، موجود في أوستن في ولاية تكساس، بيصنع أجهزة الكمبيوتر. اختارت إن هي تشتري ما تصنعش نظام التشغيل،
واستخدمت نظام تشغيل ويندوز داخل مصانعها، مع ان هي اصلا مصنعه وعندها نظام تشغيل هو او اس اكس. يبقى اول قرار من القرارات الخاصه بنطاق العمليات هو الشراء او الصنع. مدير الانتاج والعمليات بيكون امامه مهمه من خلالها المفروض يحدد هو المفروض يشتري ولا يصنع. يبقى ده بالنسبة لقرار الشراء أو الصنع في نطاق العمليات. الحاجة التانية هو حجم المصنع. الحقيقة ممكن يكون عندي مجموعة من البدائل، أعمل مصنع واحد كبير ولا أعمل عدة فروع. طيب أنا لو هصنع حاجة هنا في المملكة، أعمل مصنع واحد في الجبيل الصناعية أوزع على المملكة، ده مصنع واحد، ولا أعمل عدة فروع، أعمل مصنع مثلا في الرياض ومصنع في الجبيل وأعمل مصنع في المدينة المنورة، ولا أعمل عدة مصانع صغيرة. تمام، يبقى أول قرار هو نطاق العمليات، بفاضل ما بين الشراء والصنع. القرار التاني هو حجم المصنع، أعمل مصنع واحد كبير ولا أعمل عدة فروع المصنع، ولا اعمل مصانع صغيرة بقى بدل ما اعمل 3 فروع، واحد مش عارف هنا في الجبيل، واحد في الرياض، واحد في المدينة، لا ده انا ممكن اعمل 20 مصنع ولا حاجة، والمصانع دي بتكون مصانع صغيرة. القرار اللي بعديه هو موقع المصنع. موقع المصنع في موضوع كامل ان شاء الله هنناقشه فيه بالتفصيل، بس عاوزين نقول لحضراتكم إن موقع المصنع ممكن يكون فيه أكتر من بديل أمام الشركة. ممكن تكون عايزة تعمل المصنع بتاعها قريب من الأسواق، ممكن تكون عايزة تعمل المصنع بتاعها قريب من المواد الخام، ممكن تكون عايزة تعمل المصنع بتاعها مش عارف قريب من العمالة. فدي بدائل أهي، المفروض أختار قريب من الأسواق ولا من المواد الخام ولا من العمالة. الحقيقة القرار ده وعاتق الاختيار ده بيقع على عاتق إدارة الإنتاج والعمليات. يبقى هيبقى بالقرب من السوق ولا من المواد الخام ولا من العمالة ولا من إيه بالظبط؟ القرار اللي بعديه هو الاستثمارات. طب أنا استثماراتي في الإنشاءات هتكون كام؟ طب الإنشاءات بتاعتي المفروض تكون حجمها قد إيه؟ طب هشتري مساحة أرض قد إيه؟ الاستثمارات في المعدات المفروض تكون مبلغها كام؟ طب أوفر وأقلل الاستثمارات في المعدات وأزود الاستثمارات في الإنشاءات، ولا أوفر في الإنشاءات والمعدات في سبيل إن أنا أعمل بحوث أو أستثمر في البحوث بشكل أكبر، فده يخليني أبتكر منتجات جديدة، أبقى رائد في السوق. طيب أزود المخزون بتاعي ولا أقلله؟ الأسعار بتاعت المخزون هتزيد ولا هتقل؟ كل القرارات أو البدائل الخاصة بالإنشاءات والمعدات والبحوث والمخزون ده قرار متعلق بالاستثمارات فيها، خاص بمجال المصنع والتجهيزات. اختيار نوع المعدات، هل اشتري آلات ذات غرض واحد ولا اشتري آلات ذات غرض خاص؟ يبقى احد القرارات هو قرارات خاصة بالمعدات. اشتري آلات ذات غرض واحد بيسموها آلات متخصصة، ولا آلات ذات غرض عام؟ مثلا لو حد من حضراتكم عاوز يعمل مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات، لو هتشتري آلات ذات غرض واحد مش عارف هتجيب آلة كاملة ممكن يكون تمنها 5 مليون ريال عشان تصنع فانوس الكرولا 2008، وآلة تانية تمنها 2 مليون، دي 5 مليون طبعا ريال، دي تمنها 2 مليون ريال عشان تصنع فانوس الموديلات اللي قبل 2008 2006 مثلا او 2005 وهكذا. دي بسميها آلات ذات غرض واحد او متخصصة. الآلة الواحدة يعني الآلة دي ما تنفعش غير ان هي تصنع فانوس عربية كورولا بتاع 2008. طب ايه آلات ذات غرض عام؟ لا ده انا ممكن اشتري آلة تمنها مثلا 30 مليون ريال اقدر اصنع منها فانوس مش عارف موديل 2001 موديل 2000 اسف، وفانوس موديل 2006، وفانوس موديل 2013 الى اخره. يبقى كانها
آلة يمكن استخدامها في تصنيع أكتر من منتج بأكتر من تصميم إلى آخره. دي أحد القرارات اللي بيتم اتخاذها في إدارة الإنتاج والعمليات خاصة بالمصنع والتجهيزات، وهي اختيار نوع المعدات. المجال الثاني من مجالات قرارات إدارة الإنتاج والعمليات هو تخطيط ومراقبة الإنتاج. أول قرار هو مستويات المخزون. إيه المقصود بمستويات المخزون؟ مخزون أمان من عدم ونقطة عدد الطلب، اتعرضنا ليها قبل كده واحنا بنوصف المنهج، يعني ممكن تكون ما وصلتش لأن ما توسعناش في شرحها أثناءها. طيب نفتكر مع بعض يعني إيه مستويات المخزون، والقرار ده بيتم اتخاذه إزاي في إدارة الإنتاج والعمليات. نفترض إن حضرتك عندك مصنع، والمصنع ده يستهلك 100 كيلو سكر يومي، مصنع آيس كريم، دي معلومة. المعلومة التانية إنه فترة توريد السكر 10 أيام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو طلبت سكر يوم واحد في الشهر، ده الطلب من المورد بتاعك، هيستغرق 10 أيام عشان يجيب لك السكر، يبقى التوريد هيتم يوم 11. السؤال بقى، المفروض حضرتك تطلب السكر امتى؟ وهو رصيده عندك صفر، فلو رصيد السكر عندك صفر هتقعد 10 أيام أو هتظل 10 أيام بدون سكر أو بدون مواد خام، والإنتاج بتاعك هيوقف. طب المفروض تطلب امتى؟ أيوة سامعك، تقول لي أنا بستهلك 100 كيلو سكر كل يوم وهو هيظل 10 أيام، يبقى أنا المفروض أشوف أنا هستخدم كام كيلو سكر خلال ال10 أيام. 100 كيلو في 10 هتساوي 1000 كيلو، فهو أنا السكر عندي 1000 كيلو، أعمل إعادة الطلب لأن أنا كل شوية بطلب سكر، فخلال ال10 أيام كل يوم يعدي هستخدم 100 100 100 لحد ما ال10 أيام ورصيدي يبقى صفر، تجيلي دفعة جديدة تانية 1000 كيلو أقدر أستخدمها، وهكذا ترجع تقل ويرجع يجيلي 1000 كيلو وهكذا. يبقى إذن دي نقطة إعادة الطلب، أنا المفروض أقوم بطلب وأنا عندي كام واحدة، ده المقصود بنقطة إعادة الطلب. طب تعالى نفتكر مع بعض كده إنه خلال 10 أيام رصيد حضرتك وصل لصفر. طيب لو المورد وهو جايب لحضرتك السكر حصلت ظروف طارئة، العربيات عطلت أو هو ما قدرش يورد لك السكر، اتأخر 3 أيام، يبقى رصيدك بقى صفر، وعدى 10 أيام رصيدك بقى صفر، بس المورد ما قدرش يجيب لك السكر المطلوب، يبقى كده إنتاجك هيقف. أيوه سامعك، تقول أنا المفروض كنت أحتفظ بحاجة اسمها مخزون أمان. يعني ايه مخزون امان؟ يعني بدل ما بعد ال10 ايام رصيد حضرتك يبقى صفر، لا ده رصيد حضرتك ممكن يبقى 1000، المفروض ما تقلش عن 1000. يبقى في الحالة دي عندك 1000 مخزون امان، ونقطة اعادة الطلب 1000، يعني المفروض وحضرتك عندك 2000 كيلو سكر تعمل إعادة طلب خلال ال10 أيام. رصيدك بقى مش هينزل لـ1000 اللي صفر، لا ده رصيدك هينزل لـ1000 اللي هو مخزون الأمان. قرار إعادة الطلب المفروض تبقى عندي كام نقطة؟ أحتفظ بمخزون أمان قد إيه، وأحتفظ بمخزون أمان من عدمه. القرار ده المسؤول عن اتخاذه هو إدارة الإنتاج والعمليات. في مجال تخطيط ومراقبة الإنتاج، الحاجة اللي بعدها هي مراقبة المخزون
بيكون عندي بدائل عند القيام بمراقبة المخزون، حاجة اسمها التقسيم الثلاثي وحاجة تانية اسمها أساليب تقديرية. يعني إيه التقسيم الثلاثي وإيه هي الأساليب التقديرية؟ حضرتك لو دخلت مخزن مستشفى الخبر الجامعي مثلا، ممكن تلاقي في جنب كده أشياء مخزنة وزنها لا يزيد عن 500 كيلو جرام، وأشياء تانية كتير جدا كده وزنها 10,000 كيلو جرام. تلاقي 3 حراس بيحرسوا الحاجات دي، و2 محاسبين مسؤولين عنها، ومش عارف وأمين مخزن. طب 10,000، تلاقي حارس 10,000 كيلو، حارس واحد ومحاسب واحد، مع إن هنا الكمية أكبر. ليه بقى؟ لأنه قيمة 500 كيلو دول، ممكن تكون 500 كيلو دول قطع غيار لأجهزة، أو أجهزة نفسها قيمتها 20 مليون ريال. طب وده؟ ده شوية قطن على شاش، على سرنجات إلى آخره، قيمتها لا تتعدى 500,000. تفهم من كده إن المخازن في مستشفى الخبر بتستخدم حاجة اسمها التقسيم الثلاثي. تقسيم ثلاثي يعني جمعت الحاجات اللي حجمها صغير وقيمتها كبيرة هنا، والحاجات اللي حجمها كبير وقيمتها صغيرة هنا، وبقت بتتم أو بتعامل المخزون ده بطريقة غير المخزون ده. الأشياء اللي ثمنها متوسط وحجمها متوسط بقت المجموعة الثالثة. يبقى عندنا مجموعة ألف، عندنا مجموعة ب، عندنا مجموعة جيم، ده اسمه التقسيم الثلاثي للمخزون. طيب بيبقى أمام الشركة أنا أستخدم الأسلوب ده ولا أستخدم أساليب تقديرية أخرى في مراقبة المخزون؟ ده يعتبر اختيار من الاختيارات، مراقبة المخزون إما تقسيم ثلاثي أو أساليب تقديرية. الحقيقة القرار الثاني في تخطيط ومراقبة الإنتاج هو مراقبة الجودة. مراقبة الجودة بيتم من خلالها التأكد من أن المنتج مطابق للمواصفات. يعني أنا لو بنتج شاشة، الشاشة دي بيكون ليها مواصفات، أنا بقوم بعملية مراقبة الجودة عشان أتأكد إن الشاشة مطابقة للمواصفات، فاللي يشتريها يلاقيها مطابقة للمواصفات. الحقيقة في أكتر من أسلوب يمكن أو نظام يمكن اتباعه. في حاجة اسمها نظام تأكيد الجودة، في حاجة تانية اسمها نظام الفحص والتفتيش، حاجة تالتة اسمها نظم الضبط المتكامل للجودة. نيجي على نظام الفحص والتفتيش. بيتم التأكد من إنه الشاشة مطابقة للمواصفات من خلال ناس بتقوم بفحص كل شاشة بتخرج. طب الضبط المتكامل للجودة؟ لا، تمام. والشاشة لسه بيتم تصنيعها، المواد اللي أنا بستخدمها في التصنيع وعمليات التصنيع والمنتج النهائي بيتم التأكد من إنهم مطابقين طيب أنا أختار مطابقين للمواصفات، طب أنا أختار أي نظام فيهم على أي أساس؟ الحقيقة اللي بيختار النظام هو إدارة الإنتاج والعمليات من خلال قرار خاص بمراقبة الجودة. إيه هي نظم رقابة الجودة اللي هستخدمها؟ بيكون في بدائل تانية قدامهم، أقوم بالإنتاج بجودة عالية ولا أقوم بالإنتاج بتكاليف منخفضة. سواء أنتجت بجودة عالية ده هيجذب العملاء ليا، أو أنتجت بتكاليف منخفضة ده أيضا هيجذب العملاء ليا لأن تكاليفي أقل من الناس التانية. طب أنا أختار أنهي فيهم، إنتاج بجودة عالية ولا إنتاج بتكاليف منخفضة؟ ده قرار مراقبة الجودة وبيكون من ضمن مجال تخطيط ومراقبة الإنتاج. تانية من
القارات في مجال تصميم المنتج، يبقى المجموعة التانية في مجال تصميم المنتج. أول قرار هو حجم خط الإنتاج. طيب خط الإنتاج بتاعي المفروض يسمح بتلقي طلبات خاصة من العملاء ولا لأ؟ يعني في مصانع سيارات حضرتك ممكن تطلب سيارة بمواصفات معينة، في مصانع أخرى البديل ده غير موجود، كل العربيات المنتجة نمطية كلها واحدة. طيب اللي بيحدد مدى قبول المصنع لطلبات بمواصفات معينة أو طلبات خاصة للعملاء أو إنتاج نمطي كله بمواصفات واحدة هو إدارة الإنتاج والعمليات من خلال حجم خط الإنتاج أو تصميم المنتج. طيب إيه هي الحاجة التانية أو القرار التاني؟ القرار التاني هو استقرار التصميم. هل التصميم بتاعي هيبقى ثابت ولا ديناميكي أو متغير؟ تصميم ثابت ولا تصميم ديناميكي؟ تصميم المنتج هيبقى واحد ولا هيتغير؟ دي بتظهر في السيارات بشكل مباشر. يعني ممكن حضرتك تلاقي العربية الكورولا 2010 نفس تصميم 2011، نفس تصميم 2012، نفس تصميم 2013، ده تصميم ثابت. وبعدين اتغير التصميم بقى، بقت في 2014 تصميم جديد. طب اللي بياخد القرار ده مين؟ ما هي إدارة الإنتاج والعمليات هي اللي بتاخد القرار ده في مجال تصميم المنتج في قرار استقرار التصميم، تصميم ثابت أم ديناميكي. مخاطر التكنولوجيا، ايه المقصود بمخاطر التكنولوجيا او قرار مخاطر التكنولوجيا؟ الحقيقة ممكن الشركة تصنع باستخدام اسلوب من ثلاثة. الاسلوب الاول هو تعديل طرق الانتاج، عندي طرق انتاج معينة بستخدم آلات ومعدات بشكل معين أعدلها بس وده هيغير شكل المنتج بتاعي، أو أقوم باستخدام طرق إنتاج جديدة، أستخدم آلات ومعدات وأسلوب جديد تماما غير القديم، أو أبقى رائد ريادة الصناعة. اللي بيستخدم طرق إنتاجية جديدة أو بيعدل ده دائما بيكون لملاحقة المنافس. طيب الرائد بقى دايما يستخدم طرق رائدة محدش يستخدمها قبل كده فالناس بعد كده تلاحقه. أكبر مثال على كده شركة أبل في إنتاج أجهزة الكمبيوتر أو إنتاج الموبايل، دايما بتستخدم طرق إنتاج رائدة وبعدها كل المصانع بتقلدها سواء شركة سوني أو شركة سامسونج أو غيرها من الشركات. طب مين اللي بياخد القرار ده؟ بيتم اتخاذ القرار ده أو هذا القرار في إدارة الإنتاج والعمليات في مجال تصميم المنتج. مخاطر التكنولوجيا، استخدام طرق إنتاجية جديدة ولا اتباع أسلوب الصناعات الرائدة ولا تطوير الطرق الحالية. آخر قرار في تصميم المنتج هو النواحي الهندسية. علشان أصمم المنتج أنا ممكن أصممه بشكل متكامل، يبقى علشان أصمم المنتج ممكن أصممه بشكل متكامل من خلال دراسة 3 حاجات: العملاء عايزين إيه في المنتج، العوامل الفنية، الآلات اللي هستخدمها، المواد اللي هستخدمها متاحة ولا لأ، والعوامل المالية تكلفته هتبقى عاملة إزاي، طب أنا عندي الفلوس دي ولا لأ إلى آخره. يبقى أنا ممكن أصمم تصميم متكامل، أو ممكن أعتمد في التصميم على العملاء بس أشوفهم هم عايزين إيه وأحاول أوفر العوامل الفنية والإمكانات المالية اللازمة للتصميم الذي يطلبه العملاء. طب مين اللي بياخد القرار ده؟ يختار ما بين الاتنين، إما دراسة متكاملة لإعداد التصميم يعني ياخد عوامل فنية وعملاء وعوامل مالية، ولا يصمم حسب العملاء بس، ولا ممكن يختار طريقة أخرى هي تقليد الغير، مش هيتعب نفسه في التصميم، هو يشوف الغير بيصمموا إزاي أو تصميم منتجهم عامل إزاي وأقلدهم. الحقيقة إحنا كده بإنهاء قرار النواحي الهندسية في مجال تصميم المنتج أنهينا قرارات إدارة الإنتاج والعمليات.
عايز أفكر حضراتكم إن إحنا درسنا 6 نقط في قرار في الموضوع التاني، هو قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. نفتكرهم سريعا. أول نقطة كانت مفهوم القرارات واتخاذ القرارات. النقطة التانية كانت الفرق ما بين البيانات والمعلومات. عرفنا بيانات يعني ايه، معلومات يعني ايه. في النقطة التالتة اتكلمنا عن مناخ اتخاذ القرارات، حالة التأكد التام أو حالة المخاطرة، حالة عدم التأكد. النقطة الرابعة عرفنا مع بعض الأخطاء الشائعة في اتخاذ القرارات. قلنا فيها حاجتين، فعالية مدير الإنتاج بتتحقق إمتى. بعد كده اتكلمنا عن الأخطاء فعلا، سواء اتخاذ قرارات مسكنة أو اتخاذ قرارات في وقت مناسب، قبل الوقت المناسب أو بعد الوقت المناسب، أو اتخاذ قرارات وعدم متابعة تنفيذها. بدأنا النهاردة في النقطة الخامسة، أخذنا الخصائص الشخصية لمتخذ القرار. أول خاصية كانت درجة المخاطرة، الخاصية التانية كانت الرغبة في تحمل المسؤولية، الخاصية التالتة كانت التحيز، الخاصية الرابعة كانت الخبرة، الخاصية الخامسة والأخيرة في الخصائص الشخصية لمتخذ القرار كانت المشاورة. بعد كده بدأنا في النقطة الأخيرة، هي قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. شفنا إن مجالات القرارات دي متعددة، وعرفنا إن هذه القرارات بتختلف من منظمة إلى أخرى حسب حجمها وحسب عوامل أخرى زي الهيكل التنظيمي وزي شكل المنظمة، هي مساهمة ولا منشأة فردية. بعد كده اتكلمنا عن مجالات الأخرى، بعد اتكلمنا عن مجالات اتخاذ القرارات في المنظمات بشكل عام. أول مجموعة من المجالات كانت المصنع والتجهيزات، المجموعة التانية كانت التخطيط ومراقبة الإنتاج، المجموعة التالتة كانت تصميم المنتج. وبكده أنهينا الموضوع التاني. نبدأ النهاردة إن شاء الله في الموضوع التالت، الموضوع التالت هو تكملة للموضوع التاني، هو الجزء التاني في الموضوع التاني خاص بالمدخل الكمي في اتخاذ قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. عايز أفكر حضراتكم إن الموضوع التاني إحنا أخدنا الجزء النظري منه، خدنا في الجزء النظري 6 نقط لسه قايلينهم دلوقتي. دلوقتي هنبدأ في الجزء العملي. الجزء العملي هنتكلم فيه عن حاجة اسمها مصفوفة القرار أو المدخل الكمي لاتخاذ قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. أنا ممكن أخذ القرار عن طريق التقدير الشخصي، الحقيقة ممكن أخذ القرار باستخدام أساليب كمية. طب باستخدام أساليب كمية إزاي؟ هنشوف دلوقتي إزاي ممكن أستخدم الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات. يبقى احنا مازلنا في الموضوع التاني، ده الجزء التاني منه، وهو المدخل الكمي في اتخاذ قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. يبقى ده النقطة السابعة، لأن احنا أخدنا 6 نقط نظري، دي النقطة السابعة تبقى نقطة عملي، وهي مصفوفة القرار. طيب مصفوفة القرار دي عبارة عن ايه؟ هي مصفوفة القرار، مصفوفة القرار عبارة عن جدول. ده جدول اهو، لو لاحظتم حضراتكم واحنا بنعمل الجدول عملنا دي بنسميها صفوف، وبعدين هنرجع نعمل أعمدة. يبقى
دي بنسميها أعمدة. يبقى أي جدول إما بيتكون من حاجتين الحقيقة، من صفوف وأعمدة. مصفوفة القرار كل صف من صفوفها بيعبر عن بدائل أو استراتيجيات أنا المفروض أختار ما بينها. يبقى عندي هنا بدائل. طب تعالوا ناخد مثال. نفترض إن أنا عندي بديل إن أنا أنتج 100 وحدة أو 200 وحدة أو 300 وحدة كل يوم، يبقى دي بدائل. طب أنا هختار أي بديل فيهم، أنتج 100 ولا 200 ولا 300؟ ما هي مصفوفة القرار إحنا بنعملها عشان تساعدني في اختيار البديل الأفضل. طب الأعمدة بقى بتعبر عن إيه؟ فاكرين لما قلنا إن إحنا في مناخ اتخاذ القرار عندنا 3 حالات؟ الحالة الأولى هي التأكد التام، متخذ القرار فيها بيبقى متأكد من حدوث حالة معينة، يبقى ما عندوش حالات بقى، هو عنده حالة واحدة بس، بقى في حالة التأكد التام. إنما في الجدول هنا عندنا أكتر من حالة ممكن تحصل في المستقبل. طيب يبقى حالة تأكد تام أو حالة المخاطرة؟ حالة المخاطرة كان بيبقى في احتمالات لحدوث أكتر من حالة، حالة 1، حالة 2، حالة 3، وعندي احتمالات دي ب10%، دي مش عارف ب20%، دي ب30%. يبقى في حالة المخاطرة كنت بعرف حاجتين: الحاجة الأولى الحاجة التانية احتمالها. يبقى مناخ اتخاذ القرار إما بيكون تأكد تام أو مخاطرة، أو بيكون الظروف التالتة أو الحالة التالتة عدم تأكد. قلنا في عدم التأكد متخذ القرار بيكون عارف الحالات التي ممكن تحدث وممكن ما يكونش يعرفها، بس احتمالها ما يعرفوش في كل الأحوال. يبقى يعرف حالات معينة، حالة 1، حالة 2، حالة 3، يعرف إن هي ممكن تحصل في المستقبل، بس باحتمال كام أو كل حالة من هذه الحالات هتحصل باحتمال كام هو ما يعرفش. يبقى الأعمدة تمثل الحالات الممكن حدوثها في المستقبل. يبقى لو سألت حضرتك سؤال دلوقتي، مصفوفة القرار تستخدم إذا كان مناخ اتخاذ القرار تأكد تام ولا مخاطرة ولا عدم تأكد، هتقول لي طالما في حالات هنا ممكن تحصل في المستقبل يبقى مش تأكد تام، يبقى مصفوفة القرار تستخدم في حالة المخاطرة وفي حالة عدم الإيه؟ عدم التأكد كمان. طب ايه الحالات اللي ممكن تحصل؟ والله ممكن يطلب مني، ده الطلب اهو، 100 وحدة، ممكن يطلب مني 200 وحدة، ممكن يطلب مني 300 وحدة، ممكن يطلب مني 400 وحدة، وهكذا. يبقى الصفوف تمثل بدائل او استراتيجيات. انا هنتج كام، عايز انتج كام، طب اختار مين فيهم، انتج 100 ولا انتج 200 ولا انتج 300؟ طب الاعمدة هي الحالات التي يمكن أن تحصل في المستقبل، فهنا بقول إن الطلب ممكن يكون 100، ممكن يطلب مني 200، ممكن يطلب 300، ممكن يطلب 400. طب الجزء ده تقاطع العمود مع الصف، التقاطع ده أو ده بنسميه خلية. يبقى الجدول كده مكون من 3 حاجات، من صفوف وأعمدة وخلايا. طب لو جينا نشوف الخلية دي هنلاقيها تقاطع البديل اللي أنا هنتج فيه 100 وحدة وهيطلب مني 100 وحدة. طب بيوضع فيها إيه في مصفوفة القرار؟ الأرباح أو التكاليف التي تتحملها المنظمة أو تحصل عليها المنظمة عندما تنتج 100 وحدة ويطلب منها 100 وحدة. طب هنا برضو الأرباح أو التكاليف التي تحصل عليها المنظمة أو تتحملها المنظمة عندما تقوم بإنتاج 100 وحدة
ويتم طلب 200 وحدة منها وهكذا. يبقى مصفوفة القرار اللي عاوز نقوله قبل ما ننتقل للسلايدز، مصفوفة القرار بيتم استخدامها في حالة المخاطرة وفي حالة عدم التأكد، لا يتم استخدامها في حالة التأكد التام. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن مصفوفة القرار عبارة أو مكونة من 3 حاجات: صفوف. الصفوف بتكون عبارة عن بدائل، وأعمدة عبارة عن حالات متوقع حدوثها في المستقبل، خلايا دي عبارة عن تقاطع الأعمدة مع الصفوف، والخلايا عبارة عن أرباح أو تكاليف زي ما شفنا. شوف إيه اللي موجود معانا في السلايدز. يبقى تظهر مصفوفة القرار في شكل جدول بيوضح عدد من الاستراتيجيات أو الحلول البديلة التي تظهر في الصفوف، عدد من الحالات المتوقع حدوثها في المستقبل والتي تظهر في الأعمدة المكونة للجدول، نقطة تقاطع كل عمود مع كل صف بتسمى إيه لسه قايلينها دلوقتي، بتسمى خلية. الرقم اللي بيوضع فيها إما بيعبر عن قيمة أرباح أو تكاليف تكون خاصة باستراتيجية معينة في ظل حالة معينة. يبقى أنا بستخدم مصفوفة القرار علشان أخد قرار مناسب في ظل حالة من حالتين: حالة المخاطرة وحالة عدم التأكد. قلنا إن حالة التأكد أنا مش محتاج مصفوفة القرار عند وجود حالة التأكد، أنا بستخدمها في حالة المخاطرة وفي حالة عدم التأكد، لأن عارف إنه في حالات معينة ممكن تحصل في المستقبل باحتمالات معينة أو بدون احتمالات، لو باحتمالات معينة تبقى حالة مخاطرة، لو بدون احتمالات تبقى حالة عدم تأكد. قبل ما نختم المحاضرة عايز أفكر حضراتكم، إحنا خدنا إيه النهاردة؟ الحقيقة إحنا أنهينا الموضوع التاني كنظري. يبقى النظري الخاص بالموضوع التاني كان 6 نقاط، نفتكرهم مع بعض. أول نقطة كانت خاصة بمفهوم القرارات واتخاذ القرارات. طب النقطة التانية، النقطة التانية كانت خاصة بالبيانات والمعلومات. النقطة التالتة اتكلمنا فيها عن مناخ اتخاذ القرار، ولسه قايلين من شوية إن 3 حالات: حالة تأكد تام، مخاطرة، عدم تأكد. النقطة الرابعة اتكلمنا فيها عن الأخطاء الشائعة عند اتخاذ القرارات. النقطة الخامسة اتكلمنا فيها النهاردة لأن دول كانوا في المحاضرتين اللي فاتوا. أول نقطة اتكلمنا فيها هي كانت الخصائص الشخصية لمتخذ القرار، خدنا 5 خصائص، شفنا كل خاصية منهم بتأثر إزاي. النقطة السادسة كانت قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. يبقى ده النظري الخاص بالموضوع التاني، هو قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. عملي الموضوع التاني احنا بدأنا فيه النهاردة، عرفنا يعني ايه مصفوفة قرار، وده خاص بالمدخل الكمي لاتخاذ قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. ده عمل الموضوع التاني، أخدنا فيه مصفوفة القرار. المرة الجاية إن شاء الله ناخد مثال رقمي على مصفوفة القرار ونعرف إزاي بنستخدم مصفوفة القرار في اتخاذ القرارات. يا رب تكون المحاضرة خفيفة وواضحة بالنسبة لحضراتكم، كون ربنا وفقني في إن أنا قدرت أوصل لحضراتكم المحاضرة بشكل مناسب،
ونراكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية.